ايوه واش راكم يا سيدي الحباب؟ خلينا نقول السلام عليكم وبعد دندن على روحك يا خويا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واش راك الحبيب يا العزيز؟ راك تعلم بك نكون معمر نلحق لك يا خويا تفاجئ لي. ايه مليح 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 هكذا ندخلوا شويه الفرحه لبعضنا بعض. هباك ذوك الضحكه ولات ما كاش قريب الناس في شواربهم رايحين ينوضوا لهم لي زيطوال داريني. الضحكه ولات ما كاش ضحك الدنيا تضحك لك شويه من بنادم يشد العصامر واش ماشي يضحك يضحك حتى يموت قلبه يعني ضحكه ومعنى ايوه كيف حالك؟ شوف باش نقول لك باش نكذب عليك الحمد لله على كل حال. احنا نقولوا احنا شوف احنا نقولوا الحمد لله على كل حال فهمتني. احنا ما تخلعناش الطيحه تاع البنك نعرفوا نركضوا في الارض يا اخي هكذا لله ونعرفوا نوضوا. اي والله يا سيدي اي والله يا سيدي ايوه صاري نشوفك راك تبان لي شويه راك سي باس هذه يا ما داير ما نعرفش نخبينا يا اخي غير اي تروسبار تاع تروسبار غير هنا يخرج على بالي. ندير الولد هذاك تهبلوني ندير عليه الولد هذاك زوجني 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 الشيء اللي جمعته كامل هاك يا ولد تزوج وكي تزوج طلاق هكذا قلت له يا ولد تزوج لي تزوج لي لا تدبرت وعاه ايه تشك يا وعد هذيك بكري بكري كان تزوج لي لا تدبر وعاه دوك على بالك دوك ما على بالهم والو نيون داخل المخ ما كاش من با وين منين ديماريو الافكار منين ديماريو الافكار ما كاش مسود يا الحاله ما يخموش اصدم بارك اصدم بارك رابيد ينصدم يطلع حجاب ولا يقرا العقبه ولا ما كاين والو ما كاين والو والمسؤوليه ما كاش على بالك يتزوج يطلق نورمال بالتصفار كي المراه كي الراجل الحقيقه في زوج في زوج العاق في زوج الله يجعل الخير اللهم امين هذه تكون بالك اش دعوه يا حافظ ها الله يحفظ ان شاء الله نتلاقاو مع ربي بخير بك وانا الطفل ثاني كيف كيف راهم باصيني انا البنات الحمد لله البنات في ثلاثه يقراوا الحق انا كنت ندخل دار نسيبهم يعني لاتين بقرايتهم كذا انتيك بصح الطفل هذا ردوا عليه انا نقول انا كيف من المحكمه المحكمه تعلم سيد انا حسبت الطفل الاخر ثاني هذاك يقرا صار يرفد الكرطه بيروح يوصل سلسله من المسجد ويولي يا شوف شوف ايه مستقبلك حل وين رايح وين ويفيق ويقول لك بالك يعني يقرا الزمان عقوبه والو والو صدم برك يا لطيف والوليد ديالك هو يعاونك شويه هنا يا خير ينوض على 11 تشك يا وادي ينوض على 11 اي نعم هذاك تاع اللي يشد الحانوت خطره قلت له شد لي الحانوت تعرف كيف خزر فيا واحد الخزره وناض سروال طايح له لهنا شعر واقف قال لي بابا انا تاع حانوت قال لي انا ان شاء الله انا اللي نوقف قال لي نوقف البلاد في المستقبل ان شاء الله وعباك هكذا كتافو طيح قال لي انا اللي نوقف ان شاء الله في المستقبل البلاد قلت له يا ودي طلع غير سروالك باش تطلع البلاد في المستقبل يا ودي نقول لك حاجه لا لا عندي سلطه واحده الذريه واحده الذريه لا اله الا الله محمد رسول الله من الذريه تعلم واحد طير الليل كامل هو تبقر باك تبقر باك او من البلاد لبلاد ما يعرفوش يدير في هكذاك فاطن وفي النهار راقد زعما لا تكنولوجي وكنت تهضر معاه شو ما تنصحوا ولا واش يقول لك؟ يقول لك انتم مالكم قدم قدم حنا قدم حنا هاربين علينا ما عندهمش لي روبير فاهم ما كاين اللي يوري ما كان لي ربي احنا بكري كيفاه كنا بكري ها بكري كان كل كبير يجوز على الحومه نحشمه كونوا نلعبوا في البالون يا محمد سيدي نلعبوا في البالون وقت الالماس وعلى ذاك يا مدي لا كي يجوز واحد كبير احنا نخبيو البالون سبحان الله احنا في الحومه عجوزه جايزه بقفه نرفدوا عليها تشفى ولا ما تشفى تقول لي ما تفكرنيش في والعراس يا بحينك يا فسطها الزاهي والعقاب في حوايج درك يا حمام ما كدي خطرشت واحد البونتا شيدا قال ولد قد هاك عمو شعل لي افهم دوك ولا قطع حوايج انا نقول لك لا غير وكان انا وكان يقول علي دوكا شوف نخبطوني يعني تخبطنا الشعل علي قرونا يا أخي الدنيا يا أخي احنا ثاني حبطنا بزاف نيفنا حلينا لهم العين لازم نوريه لهم كيفاش تفكرنا ما تزيد ليش الله يشجيك أنا يبدينا بالفرحة لا 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 بس عاودني طلع انت عم قبيل نجمة دوجة عرسس داندر لنا نولي يلتور الله خليني عوقا عوقا عوقا
بعينك نلبو هو ربي غير ايش عصنا وراك رايح روح روح فين فيه رايح لا غير خلاص طارت الديال الخبيز ان يوم نعدي تاع غماس وكم بديت الجمع حالك تسقمني مع العجوز وانت بكتايع لا يا ربي معك ماركي كده والله يهديها ما كان باله روح من عندي هذه من عندي الله يسجيك من عندي يا حسنا خيرك سبق ربي يبارك فيك ويحفظك في أمان الله تعيش تعيش السلام عليكم يا رشيد وعليك السلام ورحمة الله خبزة عمي رشيد نعم أنا خبزة خبيزة تفضل وليدي مرسي عليك عمي راشد ربي ايه هاي ما تخلاش ماركي كي العادة عمي راشد ماركي راشد فهم عمي راشد سألتكم بالله زيدوا بالصلاة على حبيب الله وش بيه وليدي لات؟ كاين منها وسمحت وسمحت غير الخير قلبك حتبيع على هوينتا ها؟ ها؟ حتبيع ومن بعد كاين بيع على هوينتا على هون بعد هذا كاين منها وعلى الحانوت تاعك وعلاش بيعها بابا علاش علاش؟ اي والله والله غير مليح الحانوت هذه تاع من تاع باباك هذاك رزقي هذا نحب نبيعه رزقي نحب نحرقه رزقي نحب نريبها رزقي على انت واش دخلك واش دخل الحوينت هذوك في اللعبه انت ما تخمش في وليدك ها ما تخمش في وليدك انا اللي خمت فيك يا وليدي باش تعلم سرعه على روحك وعلى ما تخدمش يا البابون تاع باباه على ما تخدم واش نخدم واش نخدم واش نخدم وعلى وعلى انت كيف راك قريب 180 قاعد تاكل غير على باباك يعطيني خدمه لي نخدمها قول لي اما خدمه نخدم قول لي ايه روح تعلم صنعه على روحك واش من صنعه شوش لاعم شوش شعره وخرج لك من وجهك وش... بالله يا راجل واش من صنعه لك تعلمها قول لي اما صنعه تعلم صنعه اللي تحبها انت يا وليدي كيف اخرب انت في مخك وشوف صنعه اللي تول انا عندي صنعه انا عندي صنعه انا عندي انا ما بتروح للحانوت نقدر نروح ناكل نتعلم صنعه وبابا عنده حانوت اي والله تسمى ترك تاكل على باباك اللي عنده هذا البراكه هذه يبيع فيها وانت كيف راح تبيعها وش راح تدير قول لي وش راح تديك تبيعها هذه راني هذا نقول لك علاه دوك نفهم علاه هذه ان شاء الله الى كتاب ربي انا ويمك ان شاء الله نبيعها ونروحوا للحج ان شاء الله خاطش انا حياتي قاع وانا غير في البرارك يا سي محمد ما تعرف حياتي قاع في البرارك امور فوق عند ربي نروحوا نتمتعوا في الفردوس الى كتب ربي ان شاء الله اه 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 وتروح الفردوس وليدك تخليه وليدي وليدي راهو كبير وليدي هو كبير انا ملي كنت تقمط وانا نوكل فيك واش دوكا ثاني ما زدت دوكا ثاني تاكل على باباك المسؤوليه تاعي خلاص تعليك تاعك راجل دوكا روح تعلم تطير وحدك او اي اي واش شوف والله 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 تبيعها غير نقطة روحي هاي نقول لك وش مش خربية أنا تقتل روحك فضحي لا ضربك خير لا ضربك خير أنا ما قلتش البابا نقتل روحي أنا ما قلتش البابا نقتل روحك إما لا شفا بلي طارتني واحد نقتل روحي هاي والله تسمى كدي لي في شونتاج ولا واش شوف من اليوم ما تزيد تسمع لي والو والله غير نقول لك حاجة والله والله غير يا وليدي غير نحشم بك نحشم بك أنا في الحمى كي يقولهم هذاك وليدي ايه ما بتروحش تعلم صنعه على روحك نحشم بيا ايه نحشم بيك ايه نحشم بيك من اليوم نستحشم تاكل على بابك تاكل على الحان ما انا اقول لك حاجه الحانوت هذه دير في بالك باللي راني رايح نبيعها اما انا نقول لك حاجه دير في بالك باللي وليدك راح يقتل روحه اما موت اما نقول لك حاجه راني رايح اي موت الوداع الوداع تموت بالصحه والهنا هذاك اللي يقتل روحه يا اخي حاله اف يا اخي ذريه يا اخي بدم 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 درن 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 صحة 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 سلام يجي بابك هاو مسك الرومي والمنيكشات والياسمين والفل أصلا ما يجي بابك أصلا يا أخي ذراري صحة صحة عمي راشد اصبح على راسي واش راك اجري اجري عمي راشد واش مصطفى واش بيه مصطفى راه يقتل روحه وين راح يقتل روحه هذا؟ الفوقة في الراية مصطفى راح يقتل روحه في الراية؟ ايه فكما تمسخرة؟ والله غير راح يقتل روحه والفوقة في الراية ماذا حاب يقتل روحه هذا؟ بليسونس راح يحرق روحه مصطفى حاب يحرق روحه بليسونس يحرق روحه وبليسونس مصطفى ايه حاب يحرق روحه بليسونس اجري اجري روحوا لغلي الحانوت روحوا لغلي الحانوت يا رب روحوا لغلي الحانوت مصطفى يحرق روحه بليسونس مصطفى مصطفى لا 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 ل
أودي أنا على الشيطان يا أودي. حط البيدون وأحبط أنا على الشيطان. والله ما نحبط. آه والله يا عزب تلعزب. ببلاكة حبيب في بلاكة يبي حبي خليني نحرق روحي. أودي على الشيطان مالك هود علي نقولك هود. ما نحبط قتلك. بابا يحقرني. بابا ماما مونا وليدو يرحم عليا. بصحتو ما قاعد ما تحبونيس. وقاعد تحقروني. نحرق روحي. يا ودي ما غادي تربح لا مع ربي لا مع العبد مالك انا نقولك هود. ما نحبط قتلك. ديجا انت واش دخلك. واش دخلك. انا واش دخلني. واش دخلك. احبط على شك الدين فينا هكذا احبط. يا خاتي الجوهر. يا خاتي الجوهر. حياتي حياتي واش ندير بحياتي انا عايش هكاك بك. موتي ولا حياتي. احبط ربي هو اللي يرحمك. احبط. بابا مصطفى ولا يا وليدي دي لفت بهدايا هكذا مع الجيران يا وليدي. واحد يا اخي قلت لك يا بابا حبت بيعها نقطة راحي يا بابا نقطة راحي. انا على بليس انا على بليس يا مصطفى راك فوق الترني تاع عمك موسى. عمي موسى عمي موسى وليده زوجه وبنانه براكة وفلانة وانا يا بابا حبيت بيع لي هذيك الحوينتة. يا وليدي ياك زهرحتك صراحة قلت لك بلي راني حاب نروح انا ويماك للحج. حبيت تحربني من الحج يا وليدي. تروح للحج. الحج تروح له. وانا شكون اللي حج فيا. ما عنديش يا وليدي ما عنديش. انا ديك حبيت نبيع الحانوت. معليش يا سيدي. ما نبيعهاش. هاي ما تبيعهاش. هاي ما نبيعهاش. هاي تهبط. حط لي صوص. حط لي صوص. هاك تتمسخة. حط لي صوص. يا يما على بيتي. يما. وانا هديك الله احبط يا وليدي وعلاه. ولا حبيت تدير بدعه فينا وعدا يا وليدي ولا راني بريضه يا وليدي وعدا. سمحي لي يا يما صحه وسبابي. بابا وين سبابي. بابا حبيبي على الحانوت يا يما. بابا كي حبك وانا نحبك وقاع نحبك يا وليدي وعدا. احبط مصطفى احبط في خاطر يمك يا وليدي. ما تبيعهاش بابا. يا احبط عارف وين تحط رجلك. مشوي يا وليدي مشوي بالك يا يما يا وليدي يا يما نقدر فيها بدعاية بشوي بشوي. درز لك هذا ايما هيا الكبدة هيا وليد هيا بابا وليد اعطيني لي صوص بشوية 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 تخافاني جه عارف وين تحط رجل ايما هيا وليد بشوية بشوية بس تتقابلش تقتل روحك راح تقتل روحك بلي صوص تاع باباك. عبك سارة ودي لي تصلي مع البلكش غالي بابا غالي. وكيف تكتر روحك برسك باباك اسمعني بابا اسمعني بابا انا عميد باش تحط روحك تحت الترع دير راسك ثم ولا ارمي روحك في طونوبيل ولا مكش باطي ما ولا سوالة يا وليدي سوالة تخلط في الرسك تاع بابك تعرضني لي تصلي تاعي امشي 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 اسمعني بابا اروحي تيح اسمعني تبعيني تيح هذي قاعة تيح هذو قاعة خديمك امشي اسمعني بابا امشي اسمعني والله بالعالم امشي 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 ام